الإنسان بالعقل يتمكن أن ينفذ في أعماق الأرض. الإنسان بالعقل يتمكن أن يفجر الذرة. الإنسان بالعقل يتمكن أن يبني ناطحات السحاب. ولكن الإنسان بالعقل وحده لا يستطيع أن يبني حتى عائلة من نفرين. الاجتماع يحتاج إلى عاطفة. هذه الكلمة وردت في الروايات، هذه الرواية في الكافي الشريف لعلها عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تعاطفوا، المجتمع تعاطف، تعاطف صيغة تفاعل، ظاهر هذه الصيغة يعني من الجانبين، تعاطف مثل تضارب. تضارب يعني شنو؟ يعني هذا ضرب ذاك وذاك ضرب هذا. تعاطف يعني التفاعل من الجانب. تعاطفوا، الأب يعطف على أولاد، الأولاد أيضا يعطفون على أبيهم. إحنا نظن أن الآباء لا يحتاجون إلى عاطف، الأب يستحي أن يظهر. الأب بحاجة إلى عاطفة، مو فقط الطفل الصغير بحاجة إلى عاطفة. الشباب ما يفهمون هذا الشيء، كثير منهم، ولكن في يوم من الأيام إذا هم أصبحوا آباء وأصبحوا أجداد يفهمون هذا الشيء. الأب بحاجة إلى عاطفة، الأب بحاجة إلى تدليل، عطف. هذا الظمأ في النفس، الظمأ في الروح، لا يسده شيء، طبعا بالشكل المناسب. الأب يخجل أن يظهر ذلك، وكلما يطعن في العمر يحتاج إلى عاطفة أكثر، ويحتاج إلى حنان أكثر، ويحتاج إلى مودة أكثر. الأولاد ينبغي عليهم أن يفهموا ذلك، يفهمون لغة الشيوخ ويفهمون لغة الكبار. الكبار لهم لغة معينة لا يفهمها الإنسان إلا إذا هو صار كبير. الأب يحتاج إلى عاطف، يحتاج إلى حنان. هذا الظمأ. الحياة مثل صحراء قاحل، كل واحد في المجتمع، الأب، الابن، الرجل، المرأة، الصغير، الكبير، الغريب، القريب، يحتاج إلى عاطف. المجتمع يقوم بالعاطف، الحياة العائلية تقوم بالعاطف. إحنا نظن أن الحياة العائلية تقوم بالمال، لا، الحياة العائلية لا تقوم بالمال فقط، يحتاج إلى عطف. الرجل يجب أن يعطف على زوجته، المرأة يجب أن تعطف على زوجها. ربما واحد فقير ولكن حياته العائلية سعيدة، لأن حياة ملؤها العاطف والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة مو جدار، واحد يتعامل مع الجدار تعامل آلي مادي. المرأة مو سيارة، واحد يتعامل مع هذه السيارة تعامل مادي آلي. المرأة إنسان، المرأة لها عواطف، المرأة لها مشاعر. الرجل كذلك أيضا، الرجل مو آلة، الرجل مو أداة، الرجل أيضا له مشاعر. عندما واحد يدخل في البيت ويجد أن المرأة طبخت طعاما، يشكر،
الشكر مو لازم يكون شكر مباشر، يعني واحد يقول شكرا، هذا نوع من أنواع الشكر، نوع من أنواع إظهار المحبة والمودة. لا، يقول الطعام جدا كان طيب. إذا كان طيب، واحد لا يكذب طبعا، يراعي الضوابط الشرعية، طعام جدا كان طيب. الرجل عندما يدخل البيت، المرأة تستقبله عند الباب، تخفف عنه إرهاق الحياة وعناء الحياة. أما أنه المرأة قاعدة في غرفتها والرجل قاعد في غرفته، ولا شأن لأحدهما بالآخر، وكل واحد في عالم، كل في فلك، هذا لا يقيم الحياة العائلية، هذا لا يقيم الحياة